يعتبر كتاب الدلائل على اللوازم والوسائل من أهم الكتب المختصرة للمبتدئين، حيث اشتمل على معالم الشريعة الإسلامية بكل ما فيها من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وآداب ومواعظ، إضافة إلى الأسلوب الذي تميز به أسلوب الطرح لمثل القضايا التي يتناولها، والصياغة الأدبية التربوية فيه التي أيضا أضفت إليه ميزة أخرى، هذا إلى جانب واقعيته في تناول المسائل التي تعني المسلم في حياته اليومية، وكان يعرضها بأسلوبه السهل والعبارة الواضحة التي لا تعقيد فيها ولا تطويل. فكل من قرأ هذا الكتاب بالذات أعجب به ورغب في قراءته. لماذا؟ لحسن العبارة ولين الخطاب ونداءاته الأخوية المتكررة دائما، يعني يبدأ خطاباته أو توجيهه أو تعليمه أو نصائحه: يا أخي اعلم، يا أخي حفظك الله، وهكذا. يعني عبارات تشعر القارئ كأنه هو المؤلف في نفس المستوى لا يعلو عليه، ليس عليه فضل، فضلا عما يعني يذكر له من القصص والأمثال والمواعظ التي تطرد السأم والملل عن القارئ أثناء القراءة. فإذا كان هذا يعني سيرته وطريقته في تأليفه، فحدث وأبحر بفكرك كيف يكون هو عند إخوانه وعند أصحابه، وكيف كان يتعامل مع الناس.